نحن نتواجد الآن بمركز الامتحان الخاص بالتلاميذ المكفوفين. كما كتعرفوا كما تبعتوا معنا أننا الإجراءات كانت على قدم وساق من أجل تأمين زمن الامتحان لهؤلاء التلاميذ. الإجراءات والتدابير كانت كتنقسم إلى قسمين. كاين القسم الأول وهو الإجراءات العادية الخاصة يعني أو المعمول بها في جميع المؤسسات العمومية بالمغرب، إضافة إلى إجراءات استثنائية خاصة بهذه الشريحة. أولا يعني أهم يعني إجراء هو تأمين والحرص على حضور جميع الكتاب للتلاميذ. تنسيق مع المديرية الإقليمية بفاس تم ربط الاتصال بإحدى المؤسسات الخاصة التي تكلفت مشكورة بتعبئة التلاميذ وحثهم على هذا العمل التربوي الإنساني. دوزنا مزيان صراحة، وخف في الأول كانت الخلعة وكنا خايفين من الامتحان، ولكن الحمد لله كانت الأسئلة في المتناول ديال الجميع وتا الوقت كان مناسبنا. صراحة وفرتنا أهم حاجة اللي هي الكتاب اللي جاو كتبوا لنا، يعني لو ما كانوش هما ما غاديش نقدو حنا نكتبوا، حيت حنا كنكتبوا بطريقه برايل، يعني كان ضروري انهم يجيبونا الكتاب، وصراحه جابوا منا في المستوى. الامتحان كان في المستوى الصراحه، واسئله كانت في المتناول، وداك الشيء كان مناسب. المؤسسه يعني وفرت لنا اولا يعني كتاب اللي كيساعدونا من ناحيه يعني الكتابه والقراءه، بحكم ان هذا امتحان وطني ويعني كيكون مكتوب بالطريقه العاديه. دوزت الامتحان باجواء جيده ومرتاح، لا من ناحية النفسية ومن ناحية ديال المعلومات، حتى هذا الشيء انطبق على الاستعداد ديالي من قبل الامتحان وبعد الدورة ديال الاستعدادات قبل الامتحان. إدارة قدمتنا واحد الخدمة اللي احنا كنحتاجوها بصفنا احنا مكفوفين، كنكتبوا بطريقة البرايل، وفي هذا الموقف ديالنا ديال الكتابة ديال الموحد ديال البكالوريا، فما يمكنش نكتبوا بطريقه البرايل لان ما كاينش المصححين ديالها. فقامت الاداره بتوفير لنا بعض الكتاب اللي هما تحت المستويات ديالنا طبعا، باش يكتبوا لينا والوراق ديالنا تدوز في التصحيح والتقرا باش نقدروا ناخذوا عليهم النقط. حنا اليوم كنتواجدوا في مركز امتحانات خاص بضعاف البصر. بطبيعة الحال الهدف من هذا التواجد هو الوقوف على الظروف ديال الامتحان والتأكد من أن تكافؤ الفرص في هذا المجال. هذا المركز هو مركز من المركزين اللي عندنا في الجهة، واحد في فاس واحد في مكناس. عدد المترشحين فيه هو 18 مترشح ومترشحة، والحمد لله وقفنا على أن الظروف حسنة وأن الجهود اللي كيقوموا بها جميع الفرق المتدخلة في هذا الإجراء أعطت النتاج ديالها، ونتمناو النجاح لجميع المترشحين. يخص يعني الامتحانات بالنسبة لهذه الفئة، هناك هم مرافقين اللي هناك واحد المجموعة من الشروط لابد من أولها هو المستوى الدراسي ديالهم اللي كيسمح لهم يكون أقل من مستوى البكالوريا، وكيكون إما كيكون مقترح من عند المرشح وإما نوفر له في نفس الشروط الإدارية اللي كتضمن تكافؤ الفرص وكتضمن بطبيعة الحال للمترشح باش يمرر الامتحان ديالو في أحسن الظروف.